الأخير أولا يعني سعيدة جدا جدا، بشكر المهرجان القومي للسينما وبشكر السيدة وزير الثقافة وبشكركم جميعا. أنا اتكرمت في مهرجانات كتير أوي في مصر وفي العالم العربي، بس المهرجان ده بالذات له وقع خاص على قلبي وله مذاق خاص، لأنه مهرجان الدولة، مهرجان بلدي مصر، وده بيعنيني كتير أوي أوي أوي، ولأن ده بيسعدني أوي لأنه اعترفت الدولة بمشواري الفني وبقيمة أعمالي، والحمد لله ربنا وفقني واستطعت إن أنا على طول مشواري الفني إن أنا أكون عند حسن الجماهير وأقدم له كل ما هو قيم وكل ما هو بيقدم رسالة للفن وللمجتمع. واتمنى ان شاء الله ان الجائزه دي تبقى تديني دفعه قويه لمزيد من الاعمال الجيده، واشكركم ميرسي يعني.